راح نبلش طبعا. كل مبرهنه في لها برهان معين وبنستعملها في تطبيق معين. مثلا انا ثالث بستفيد منها في حل مساله معينه، المنصف الداخلي بستعملها في مساله معينه، كل مبرهنه في لها استعمال معين. طبعا احنا بيهمنا المبرهنه اللي فيها فرض طلب برهان، لانه في عندنا بالامتحان في مبرهنه لتجي سؤال اجباري، وبيهمنا كمان شو نطبق المبرهنه على المسائل. فاول شيء مبرهن ثالث، النص بيقول المستقيمات المتوازيه تحدد على قاطعين لها قطع متقابله اطوالها متناسبه. يعني هون في عندنا مستقيمات متوازيه اللي هي باللون الازرق، لما يقطع قاطعين، القاطعين باللون الاحمر اشو حددوا؟ حددوا على القاطعين قطع متقابله اطوالها متناسبه. يعني هون في عندنا القطعه AB بيقابلها قطعه A1B1، القطعه BC بيقابلها القطعه B1C1، والقطعه CD بيقابلها القطعه C1D1. هذول شلون تشكلوا؟ لما القواطع قطعوا المستقيمات المتوازيه فتحدد في عندنا قطع متقابله، هاي فكره. اطوالهم متناسبه يعني هون في عندنا تناسب، صحيح؟ يعني بيكون في عندنا الاطوال متناسبه. كيف يعني؟ يعني طول AB على طول مقابله A1B1 راح يساوي BC على طول مقابله B1C1 ويساوي CD على C1D1. بنشوف شلون. طيب اهم شيء نعرف كيف نوجد القطعه ومقابلتها. فهون في عندنا القطعه AB على مقابلتها EF، هاي AB يقابلها EF يساوي BC على مقابلتها FG، BC على FG ويساوي CD على GH، CD على مقابلتها GH. هاي معنى انه قطع متقابله اطوالها متناسبه. يعني في عندنا نسبة AB على EF تساوي النسبة BC على FG وتساوي النسبة CD على GH. هاي بالنسبة لمبرهن ثالث. هلا بالنسبة للتطبيق وين بنستعملها هاي؟ بنستعملها في حساب طول مجهول في القطع المستقيمة هاي. مثلا في عندنا توازي مستقيمات وفي عندنا قاطعين، طلب مني حساب طول قطعة مستقيمة مجهولة، فراح شكل تناسب من هاي النسب الثلاثة. طبعا باخذ منها بس نسبتين بيلزموني، ما بصير اخذ ثلاث نسب ما راح استفيد. باخذ نسبتين بيتشكل عندنا هون تناسب مثل ما اخذنا الدرس الماضي، وبنعوض الاطوال المعلومه، بعدين بحسب الطول المجهول. هلا فيهم ملاحظه، احنا اخذنا بهي النسب النسبه AB على مقابلتها EF. في نسبه ثانيه ممكن اخذ AB على القطعه BC، يعني على نفس الخط AB على BC. بيصير مو خطأ، AB على BC راح يساوي EF على FG، هاي كمان بتصير بعيدة. ممكن ناخذ AB على BC يساوي EF على FG ويساوي CD على GH. يعني هون في عندي خيارين، ممكن اخذ النسبة القطعة على مقابلتها او القطعة على القطعة اللي بعدها على نفس الخط. بالحالتين بيصير، وبيطلع لنا بالحالتين الحل نفسه مثل ما قلنا. مبرهن ثالث وين بنستعمله؟ في حساب اطوال قطع مستقيمه مجهوله. بده يكون في عندنا غالبا ثلاث اضلاع معلومه وضلع واحد مجهول، فبنشكل تناسب وبنحسب طول الضلع المجهول. هي مثل حل التناسب بالضبط. بامكاني اخذ هون تناسب بطريقتين، إما أخذ القطعة المستقيمة على مقابلتها، يعني هون أخذنا AB على EF يساوي BC على FG ويساوي CD على GH. أنتوا لما أخذ النسب تبعوا معي على الرسمة مشان تفهموا مليح. هلا خليكم معي على الرسمة، أخذنا AB على EF يساوي BC على FG ويساوي CD على GH. هاي طريقة تناسب. بشكل ثاني ممكن اخذ القطعه المستقيمه على القطعه اللي بعدها على نفس الخط، يعني AB على BC يساوي EF على FG ويساوي CD على GH. الشكلين بيصيروا
تطبيق. في عنا الشكل هذا، طبعا هو تطبيق بسيط، عطينا طول آدي، إذا ملاحظين على الرسمة آدي كله طول وثمانية، ومطلوب منا إيجاد مقابلات كل من دي آ وآ بي وأتش جي، مطلوب منا فقط المقابلات. هلق مقابل آ بي هو مين؟ إي إف على الطرف الثاني، ومقابل بي سي أو مقابل أتش جي حسب المطلوب، هذا هو أتش جي، هاي أتش جي، مقابل أتش جي هو سي دي، ومقابل بي سي هو إف جي. هلا المطلوب منا حساب طول آ بي وحساب طول سي دي. طيب وقت بدي أحسب طول آ بي فلازم أخذ تناسب بيحوي الآ بي، صحيح؟ فرح أقول حسب مبرهن الثالث رح نأخذ آ بي على مقابلته إي إف ويساوي بي سي على مقابلته إف جي. تناسب صحيح مو خطأ، بس هون في عنا مشكلة. إذا ملاحظين لما نأخذ آ بي على بي سي ما استفدنا شيء، صار في عندي مجهولين بتناسب واحد، ما حسين حسب الـ AB، لازم يكون في عندي ثلاثة معلومات وواحد مجهول. فهون على قناة التطبيق ملاحظة ثانية، بإمكاني أخذ القطعة كاملة، يعني من عند الـ A لعند الـ D، من عند الـ A لعند الـ D. مثلا هون الحساب CD، أنا هون إذا بدي أحسب CD راح أقول CD على GH يساوي بي سي على اف جي، صح مو خطا، بس البي سي ما عندي طوله. انا وقت بدي اعوض التناسب راح يكون في عندي اثنين مجهولات، ما راح استفيد شيء. انا بس بشتغل في السؤال حسب اطوال المعلومه. هلا قلنا عندنا معلوم طول اي اف وطول اف جي وطول جي اتش، وعلى الطرف الثاني معلوم عندنا طول ادي، فراح اخذ تناسب بيحوي الاطوال المعلومه. طيب لحساب CD، لحساب CD راح اخذ CD على GH اللي هو المقابل، CD على GH يساوي DA، DA كاملة على مين مقابل DA؟ مقابلتها هي HE. HE ليش عملنا هيك؟ لان احنا في عندنا طول AD كله معلوم. هلا بدنا نعوض الاطوال، CD مجهول على GH طوله 5 ويساوي طول DA يساوي 8 على طول HE. الـ HE هاي كاملة طوله هو 2 زائد 3 زائد 5 ويساوي 10. هلق صار في عنا تناسب بيحوي 3 قيم معلومة وقيمة واحدة مجهولة، فرح حل التناسب عن طريق الضرب التقاطعي. CD يساوي 5 ضرب 8 على 10 ويساوي 40 على 10 ويساوي 4. هذا هو طول DC. هلأ لحساب الAB نفس العملية، بناخد تناسب بيحوي AB وبيكون فيه 3 أطوال الباقي معلومة، فأخذنا AB على EF يساوي AD كاملة على EH، لأنه في حالة عندنا AD كله معلوم فرح استفيد منه. أخذنا AB على EF يساوي DA أو AB أو AD نفس الشيء على HE. بنعوض الأطوال، الAB مجهول على EF يساوي 2 يساوي DA طول 8 على HE ويساوي 10. تناسب في مجهول وحيد، بنحله بالضرب التقاطعي، AB يساوي 2 ضرب 8 على 10 ويساوي 16 على 10 ويساوي 1.6. فإذا هون نستنتج انه بامكاني اخذ التناسب في مبرهن الثالث بثلاث اشكال، اما اخذ قطع المستقيمه على مقابلته، او اخذ قطع المستقيمه على القطعه اللي بعدها، او اخذ قطع المستقيمه على المستقيم كامل، مثل هون لما اخذنا AB على AD كامله، لانه احنا عندنا AD كله معلوم، اخذنا AB على AD كامله. طيب كيف بدي ميز استعمل هاد ولا هاد ولا هاد؟ حسب السؤال، حسب الأطوال المعلومة عندي أنا باخذ التناسب المناسب.